نظر في هذه المقابلة رغم البداية الحسنة في الشوط الأول، إن تمكن سايب وبعد هذا الهجوم الجماعي المنسق من وسط الميدان من فتح باب التسجيل لصالح فريق شبيبة القبائل. كان ذلك في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. الشبيبة لعبت هذه المقابلة منقوصة من عدة لاعبين أساسيين منهم جانيد مدان وأدغيغ، هذا الأخير استعاد كل قواه وسيستأنف المنافسات قريبا. في الشوط الثاني انخفض مستوى الفريق المحلي مما سمح لرفاق تصفوت من فرض سيطرتهم على هذه المقابلة، بحيث ضيعوا عدة فرص تصدى لها الحارس حمناد. وما يمكن قوله عن هذه المقابلة هو بروز الحارس الوهراني عاصمي الذي كان وراء تسجيل هذه النتيجة، فلولا الحارس عاصمي لتمكن لاعبو شبيبة القبائل من إضافة أهداف أخرى في الشوط الأول والثاني، وهذه أهم الفرص التي تصدى لها الحارس في الشوط الأول والشوط الثاني. الحارس عاصمي يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية هائلة ومورفولوجية الحارس الجيد. الحارس عاصمي يعرف بنفسه للجمهور الرياضي. عاصمي هو أول